بدأت منظمة النهضة العربية العمل على مشروع وصول المرأة إلى العدالة، وهو مشروع يهدف إلى الحد من ضعف ومعاناة النساء المنتقصة حقوقهن من خلال بناء رأس المال البشري وتسهيل وصولهن إلى النظام القانوني وتأمين النتائج العادلة لهن. التفاصيل في هذا التقرير. بهدف الحد من ضعف ومعاناة النساء التي لا يصلن إلى حقوقهن، نظمت منظمة أرض وبالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية في فنلندا المؤتمر الختامي لمشروع وصول المرأة إلى العدالة في مرحلته الثانية، والذي يسعى إلى بناء القدرات المعرفية للنساء وتسهيل عملية وصولهن للنظام القانوني وتوفير مخرجات عادلة لهن. مشروع وصول المرأة للعدالة هو مشروع إقليمي نفذ في 4 دول في منطقة الشرق الأوسط بهدف عمل كدراسة مقارنة بين أوضاع المرأة التي تختلف من منطقة لمنطقة ومن دولة لدولة. عندما بدأنا في عام 2008 في تنفيذ هذا المشروع، كانت الفرضية أن هناك احتياج لخدمات قانونية تمكن المرأة من الوصول لحقوقها وتستطيع من خلالها أن تعيش خياراتها بكرامة وبما يناسب عائلتها ووضعها الاجتماعي. لكن بعد ذلك اكتشفنا أن الخيارات أمام المرأة صعبة وهناك العديد من التحديات، فوصول المرأة للعدالة لا يقتصر فقط على تقديم محامي ودفع رسوم المحاكم، حيث أن التحديات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتمكين السياسي والتمكين الاجتماعي كانت أكبر من احتياجاتها بالتمكين القانوني. فلو توفر للمرأة ما يلزمها من احتياجات اقتصادية وتمكنت من تنفيذ مشاركتها السياسية كما تطمح، لما واجهت العديد من العقبات في منزلها وفي محيطها الاجتماعي. لذلك المشروع في مرحلته الثانية ركز على سلسلة من التمكين المتكاملة من حيث تقديم الخدمات النفسية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبالنهاية التمكين القانوني إن احتاجت ذلك. هذا المشروع الذي يهدف إلى إحداث التغيير على 4 مستويات، وهي الفردي والمجتمعي والوطني والإقليمي، وذلك عن طريق نهج متكامل يشمل التمكين القانوني والدعم النفسي الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وبناء القدرات وإشراك المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة وصناع القرار. لا شك أن اليوم كان هنالك بعض التحديات التي استمعنا إليها في سبيل وصول المرأة لأعلى المستويات. الإرادة السياسية في الأردن حقيقة تهتم بهذا الأمر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا خصصت محورا خاصا للفئات الأكثر عرضة للانتهاك وفي مقدمتها المرأة كتمكين أكثر في هذا الأمر. إحنا اليوم عم نعيش حقيقة نوع من التطور الحقيقي لدور المرأة الأردنية. اليوم المرأة موجودة بكافة السلطات، نجدها بالبرلمان، نجدها بالسلطة التنفيذية، نجدها بمفاصل مهمة من السلطة القضائية. هذا دور مأمول في المرأة ومطلوب، الدولة يعني تقوم بهذا الأساس، وأيضا المجتمع المدني الفاعل كما هي الشراكة اليوم ما بين مؤسسات حكومية ومجتمع مدني. هذه الشراكة الممتدة هي دليل حيوي على أن الدولة تعيش في مرحلة متطورة وإصلاحية حقيقية تدخل في طياتها العديد من التغييرات التي تصب بصالح المرأة، وأيضا تصب في صالح معالجة الثغرات وأوجه القصور إن وجدت في كافة المفاصل. الحياة مستمرة، ممتدة، متطورة. نحن نسعى مع الساعين ومع المجتهدين أيضا في سبيل الارتقاء بدور المرأة، والمرأة الأردنية حققت حقيقة نتاجا فاعلا ومؤثرا في المشهد الأردني وفي المشهد الإقليمي والمشهد الدولي، كانت حاضرة بكل قوتها ومكانتها. تسعى منظمة النهضة العربية للديمقراطية أرض، والتي تتبنى نهجا شموليا لتقديم العون للفئة المهمشة وغير الممثلة بشكل كافٍ في المجتمع، إلى تحقيق المساواة بين الجنسين للوصول إلى العدالة والمساءلة والحماية الاجتماعية لتحقيق السلام الإقليمي والنهوض بالتراث الثقافي.